أنا بصاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار سمو رئيس الوزراء والشيخ خليفة بن رشد آل خليفة لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة السفير فاجيف جارايف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين مساء أمس في فندق الشيراتون بمناسبة مرور 25 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وروسيا، وذلك بحضور كبار المسؤولين في المملكة وأعضاء السلك الدبلوماسي. وقد نقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة والشيخ خليفة بن راشد آل خليفة تحياتي وتهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى جمهورية روسيا الاتحادية وشعبها الصديق بهذه المناسبة، وتمنياتي سموه لجمهورية روسيا بمزيد من التقدم والازدهار. وأشاد بما واصلت إليه العلاقات البحرينية الروسية من تطور في مختلف المجالات في ظل حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أرحب تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. من جانبه عرب سفير جمهورية روسيا الاتحادية عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، مؤكدا حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية على كافة المستويات بما يسهم في بناء أسس تعاون قوية ومتينة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.